مجلة العرب، ضيافتك عربية. ملخص طريقة الاستقدام: أضف الماء في الدلة، اضغط زر البدء في إعداد القهوة. بعد غليان الماء يطلب منك الجهاز بواسطة تنبيه صوتي وضوئي إضافة القهوة بواسطة المعيار المرفق. بعد ربع ساعة من طبخ القهوة يطلب منك الجهاز إضافة الهيل بواسطة المعيار المرفق. بعد إضافة الهيل بدقيقتين يصدر الجهاز تنبيها بانتهاء القهوة بالضغط على زر تسخين. تستطيع الاحتفاظ بدرجة حرارة القهوة لمدة ساعتين. دلة العرب، ضيافتك عربية.